السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات الشيف دور ديال الكوكينغ. بالنسبه للحلقه ديال اليوم غادي تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديال واحد الخبز. كيجي خبز رائع رائع رائع، كديرها بثلاثه الانواع ديال الدقيق. يمكن لكم تصيبوه في المناسبات ديالكم او في العرضات الا كانت عندكم شي عرضه، يمكن لكم تصيبوا هذا الخبز هذا. نتمنى تعجبكم. ودابا على بركه الله غادي نبداو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نذكروها هي المقادير. بالنسبه للمقادير انتما كما كتشوفوا فهي ماشي شي مقادير كثير. على بركه الله غادي نبدا، غادي نملي عليكم المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا على بركه الله خميره معجونه، تقريبا معلقه ديال الخميره معجونه كبيره. غادي نحتاجوا الملحه على حسب الذوق، جوج معالق كبار ديال الخل، معلقه كبيره ديال الحليب بودره. غادي نحتاج نص كيلو ديال الدقيق الابيض العادي، 250 غرام ديال الفينو، او زلافه تقريبا 125 غرام ديال الدقيق ديال الزرع. فالدقيق ديال الزرع غادي تلقاوه عند العطاره، فهو زوين، ريحته زوينه، كيكون الدقيق كامل صحي بزاف، وكيجي خبز صحي بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله غادي يعجبكم في الخبز ديالكم، وكيعطي واحد الريحه مميزه ومذاق مميز للخبز. وبطبيعه الحال غادي يحتاجوا الماء دافي، ما دافي باش غادي نعجنوا. ودابا على بركه الله غادي نبداو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نديرو، انا درت الدقيق الابيض، غادي نستعمل الاله الخل اولا العجانه الكهربائيه. درت فيها الدقيق ديال الزرع الفينو والدقيق الابيض. غادي نزيد على بركه الله الزيت، انا نسيت ما ذكرتش في المقادير، ديروا معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. غادي نزيدو حليب بودره، غادي نزيد الخل جوج معالق، الملح غادي نخليوها حتى الاخير، لان الا تلاقات الخميره والخل عفوا الخل والملح ما كيتفاعلش الخميره، لذلك غنخليو الملح حتى الاخير. غادي نزيد ما دافي، وعلى بركه الله غادي ندي العجين ديالنا باش يتعجن. بعد ما تعجن انتما كما ماشي تعجن يعني، غير تخلطوا المكونات. دابا على بركه الله هذا غادي نزيد الملحه، غادي نزيد الماء، وغادي نرجع عاوتاني نعجن العجينه ديالنا مزيان 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 حتى تعجن وتولي عندنا عجينه مطلوقه. خاصها تجي خفيفه، ما تجيش قاصحه باش يجيكم الخبز هش ورطب وهشيش. انتما كما كتشوفوا القوام ديال العجينه ديالنا، كنبقاو نضيفوا الماء حتى نحصلوا على هذا القوام هذا. العجينه كتكون كتلصق، ما تكونش قاصحه، لان الا كانت العجينه قاصحه الخبز ديالكم ما غاديش يكون ناجح. غادي نغطيوها، غادي نخليوها تخمر لمده 25 دقيقه. انا دابا راه خمرات عندي انتما كما كتشوفوا. بعد ما خمرت دابا على بركه الله غادي نشكلوها، ودابا على بركه الله غادي نزولوا الهواء اللي الزائد في العجينه. بعد ما خمرت غادي يعني نستعملوا الدقيق باش هكا نخفوا من العجينه ديالنا ونهبطوا لها الهواء الزائد. العجينه كتلصق مزيان، لذلك دهنوا يديكم بالدقيق مزيان باش هكا تسهل يعني عفوا تولي المأمورية سهله عليكم. صافي دابا على بركه الله غادي نهز العجينه ديالي، كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا الزيت الا بغيتوا، فهو كتجي المأمورية سهله، ولكن الدقيق افضل يعني. كيعجبني نخدم الدقيق احسن من الزيت. انا شكلت العجينه ديالي كلها على شكل يعني على شكل طولي بهذا الشكل هذا. غادي نقسمها على الحجم اللي بغيت ديال. فبالنسبه للخبز كيبقى لكم يمكن لكم ديروا كبير صغير اللي بغيتو، انا بغيتو يجي صغير بزاف بحال الشكل ديال الخبز ديال الهمبرغر، ولكن كبير عليه واحد شويه. دابا على بركه الله غادي نقسم العجينه ديالي بهذا الشكل هذا انتما كما كتشوفوا. بعد ما قطعنا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا، دابا على بركه الله غادي نستعملوا شويه ديال الدقيق وغادي نشكلوا منهم كويرات بهذا الشكل هذا. غادي نتبعوا نفس المرحله حتى نشكلوا العجينه كامله على شكل كويرات بهذا الشكل هذا. من الاحسن يجيو كويرات متساويه. ودابا على بركه الله غادي نبداو نخدموا. انتما كما كتشوفوا انا استفدت الكويرات عندي في الجناب، من الاحسن نغطيوهم. غادي نستعملوا شويه ديال الدقيق وغادي نطلقوهم بهذا الشكل هذا. صافي بعد ما طلقناهم استفناهم في الطاوة، دابا على بركة الله غادي نديرو التزيين. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، انا استعملت الزنجلان وبذور خشخاش. يمكن لكم ديرو زريعة الكتان، الشوفان، اي حاجة بغيتوها يمكن لكم تستعملوها. وبيض، البيض اللي مخفوق بيضة كاملة،
كندهنوا الخبز ديالنا بالبيض بهذا الشكل هذا مزيان، خاصو يتدهن بالبيض من الجوانب كامله. فبالنسبه للجزء الاول غادي ندير ليه زريعه، عفوا، او البذور الخشخاش او البوافو، فكيتباعوا بهذا الشكل هذا في قريعات، موجودين في المحلات التجاريه الكبرى او المحلات الخاصين ببيع لوازم الحلويات، كيكون في هذا الشيء موجود. كنديروا واحد الكميه اللي هي تكون قليله، ما تكونش كثيره بزاف، هكا كتزين وصافي. بالنسبه للشكل الثاني غادي ندير ليه الزنجلان، فهكا باش نشكلوا عده اشكال في الخبز ديالنا. والتزيين كيبقى لكم حسب الخيار، ولكن الحاجه مهمه انكم خاصكم تدهنوه بالبيض باش يعطيكم لون جميل هكا في الخبز ديالكم. غادي نجيبوا شي موس او شي سكين، غادي نفلحوا الخبز ديالنا على شكل، كنديرو على شكل علامة بحال الشكل ديال زائد بهذا الشكل هذا على الخبز كامل. وغادي ندخلوه للفران، غادي نحسبوا ليه تقريبا ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة. الفران يكون سخون، تتحمر الخبزة من التحت، كنقلبوها وكتحمر من الفوق، وان شاء الله نرجعوا باش نشوفوا النتيجة النهائية. وهذه هي النتيجة النهائية، بعد ما كيطيب الخبز كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع رائع رائع. انا نقطع معكم واحدة باش تشوفوه كي كيجي من الداخل. نتمنى تكون عجبتكم الحلقة ديال اليوم واستفدتوا منها. كيجي عاطي ريحة الزرعة داخلة فيه، ورائع رائع رائع. ما نعاودش لكم، جربوه ان شاء الله ما غاديش تندموا عليه. نتمنى تكون عجبتكم الحلقة ديال اليوم واستفدتوا منها. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. خليوا لي التعليقات ديالكم اللي كيدعموني بزاف.